السلام عليكم البنات. اليوم ان شاء الله توكلنا على الله بلا ما نطول عليكم الفيديو، غادي نقدم لكم ان شاء الله واحد القماش مانيفيك خصكم تجربوه. كاين طبيات ديروه دو فوا بار سيمين، وسيرتو دابا مع الصهد البشره كتعراق وفهمتي كاين التلوث، ويعني كتلقط بزاف الحوايج. ديروه دو زعما جوج المرات في السيمانه، انا كنجربو يعني صراحه ماني فيك. بلا ما نطول عليكم الفيديو، غندير واحد المعلقه ديال السنيده، واحد المعلقه ديال الكافي، واحد المعلقه ديال الروز انا مرقداه واحد الليله، كترقديه في الماء ديال القرعه ماشي الماء ديال الروبيني، وديريه في الثلاجه، ومعلقه ديال اللوز الحلو، ومعلقه تاع العسل. والعسل انا دايره فيه الخرقوم البلدي، الكركمه اللي ما كيعرفهاش الخرقوم البلدي، كنجيبو هكا البنات عرق وتنقيه وتلوحوه ما في القرعه تاع العسل، كومسا كيكون عندي واجده. البنات جربوا هذا الخرقوم البلدي، عنده فوائد كثيره على البشره، تيعالج بزاف الحاجات في البشره. البنات جربوا هذا الماسك ينفعكم ان شاء الله به. وعندي واحد الشاشيه ديال البابونش، هاد الشاشيه ديال البابونش تاهي ديروها في القماش. فوالا توكلنا على الله بسم الله. ولا غندير لكم واحد الشاشيه ديال البابونش، وحده بس وحده ايوا. وغندير لكم توكلنا على الله واحد المعلقه ديال القهوه البن، واحد المعلقه تاع السنيده، ومعلقه ديال الماء ديال الروز، وغندير لكم معلقه ديال زيت اللوز الحلو، عنده فوائد كثيره على البشره. معلقه، جربوا هذا القماش البنات، ادعوا لي هذا القماش يجيب معكم نتيجه. ومعلقه ديال العسل مرقد في الخرقوم البلدي عرق، هاي القطع العسل. وهذا القناع هذا راه صراحه عنده فوائد كثيره على البشره، وكتعرفوا البابونش كينقي البشره و يعطيها نكليغ. العسل حتى هو عنده فوائد كثيره على البشره، واللوز الحلو والقهوه والسكر ميان قماج، يعني سي لطيف، يعني ما يصلح لاي بشره، البشره الدهنيه والبشره الحساسه. ونو فيغ غومي دوسمون، ديجا قبل ما نديرو القماش خاصنا نفزقو البشره ديالنا بشويه ديال الماء ديال الروز، وعاد كنحطو عليها القماش وتنديرو دوسمون دوسمون كمسا، ونخليوه 10 مينوت ونغسلوه فريمون هاد المقشر. وخلوه ديجا ملي تخلطوه خلوه يغبوز واحد جوج دقائق هكا باش الخليط يتاجم مع بعض هكا، مع السكر ومع القهوه مع العسل ومع الزيت اللوز الحلو ومع الشاشيه ديال البابونش. عرفتي هذا الشيء البنات، خصكم تجربوه ودعيوا لي ان شاء الله يعجبكم هذا القماج، فريمون سي توب البنات. فوالا بلا ما نطول عليكم الفيديو، ان شاء الله غنقدم لكم واحد الماسك من بعد هبخ القماج، نقدم لكم واحد الماسك. وانتم كتعرفوا الطين الشوكي الفوائد ديالو على البشره، وشفتوا الزيت ديالو تيتباع بالثمن، يعني هو دوبل الزيت ارغان، يعني عنده فوائد كثير على البشره. وهذا هو الوقت ديالو البنات، جربوا هاد الطين الشوكي راه عنده فوائد كثير على البشره. الزيت ديالو راه غالي البنات، تجيبوه تشريه وتغسلوه بالخل، تحيدوه تحكوه مزيان تغسلوه بالخل وكل شيء. ابخي البنات قطعوه، وانا غنوريكم شنو غديروا بالقشره ديالو، ما تلوحوهاش ان شاء الله المره الجايه على ما نكرمها، ونوريكم شنو ديروا بها. وتقطعوه كمسا وتحطوه في واحد الزليفه هكا البنات، والقشره تحافظوا بها تتكرموها المره الجايه ان شاء الله، نوريكم شنو غديروا بهم. كتشدي الطين الشوكي عنده فاوي، انا كندير هذوك الماسكات عشوائيين قدامكم، يعني ما خصكم كلكم تشوفوا. عندي ميم هاد العظام ديال الطين الشوكي كنصايب به الزيت
فهمتي كنشد هاد العضومه و تنقرضيهم و تنصايب بيهم الزيت ديال الطين الشوكي. البنات عنده فوائد كتير على البشره. كنشدوه هكايا تنمعكوه واحد المعلقه هكا كنمعكوه، وعنده فوائد كتير، وكيحارب التجاعيد، كيحارب كيحيد النمش، كيصراحة تيصفي البشرة، تيحرق، تيعالج الحبوب، عنده بزاف الفوائد حنا ما كناش عارفينه. مي هاد الطين الشوكي راه عنده فوائد كتير على البشرة البنات، خصكم تجربو سيختو في هاد الحر، تيبرد على البشرة البنات، فيه الفيتامين، فيه الزنك، فيه بزاف الفيتامين. والبنات غنزيدو معاه هاد الطين الشوكي، غنزيدو معاه واحد المعيلقة ديال الحليب غبره وديال الورد مطحون. البنات حليب غبره والورد مطحون جربوا، انا دايرهم مخلطاهم في هاد الحكيك هكا باش نلقاهم واجدين، وكنخلطوهم هكا مع بعض تيولي عندنا خليط ملتزم. البنات جربوا هاد الماسك فعال كتير الصراحه، انا مجرباه فعال كتير. الفوائد ديال الطين الشوكي حنا ما كناش كنعرفوا الفوائد ديالو، خصكم تجربوها البنات هاد الماسك، ودعيو لي مع الحليب غبره ومع الورد الفاي ديال الورد مطحون، عرفتي عنده واحد الفوائد ما شاء الله. واخا ديروه كل نهار البنات ما تخافوش منه، يعني ماسك ميم ديروه كل نهار ما تخافوش منه، واحد ناتور سي ان ماسك ناتور، وعنده فوائد كثيره على البشره البنات، وكيحارب التجاعيد، كيحيد الحبوب، تيحيد النمش. ميم ديروه تحت عينيكم البنات ما تخافوش، هذا الماسك راه فريمون فعال، انا مجرباه شخصيا. يعني البنات خصكم تجربوه، وان شاء الله المره الجايه نوريكم كيفاش تصوبوا الزيت ديالو. فوالا، وعندنا دابا قماش، وعندنا ماسك الطين الشوكي والحليب غبره والورد مطحون، وعندنا القماش، نديرو القماش هو الاول، ونرشو وجهنا بالمورد يكون عندنا في الثلاجه يكون بارد، وعاد هكا عاد نديرو لا كريم ديالنا ديال الليل، وديروه ديروه كل ليله البنات ما تخافوش منه، وتشوفوا البشره ديالكم تحسوا بالتغيير. بالنهار الاول تحسوا بالتغيير ديال البشره ديالكم، بدات كتحسوا بشي رطوبه، شي حاجه زعما. ميم البنات الا بغيتوا تزيدوا معاه العسل زيدوا، انا كنبريفير نديرو غير هكا، كافي الماء ديال الطين الشوكي، كافي مع واحد المعلقه ديال الله ديال الحليب غبره والورد مطحون، كافي. كيجي الخليط هكا ملتجم، يعني مليح البنات جربوه. ولا عجبكم الفيديو البنات ما تنسوش ديروا لايك، وما تنسوش ابوني، وما تنسوش يعني ادعوا لي ان شاء الله باش نعطيكم المره الجايه، ان شاء الله يعطينا ربي الكوراج ونعطيكم وصفات يعني يكونوا في المستوى. يلا البنات صبحوا على خير، ابيانتو.